تفضل. ايه والله صار له من اول جيم باللي فوت خروق خروق خروق. بدك تشوفها؟ نعم عبالك تشوفها؟ يلا مخرج فرجينا اياها. طلع هلا اذا اوف حلوه. الحمد لله. ايه رواق انه عملها قبل. شو رواق؟ انت اول مره بتشوف، بس انا بالتمرين بعملها على طول. طب بدك هلا ترجع تحضرها كيف علقت لك عليها. اوكي هونيك ساعة احكي لي. سيرجيو كانت صعبه اليوم مباراتكم، ما كانت هينه ابدا. ليك دينامو فريق كثير كبير، حتى لو غايب عندهم علي حيدر، جون عاصي وعلاء الدين ارناؤوط، بس ما اجوا لهون ليتسلوا، اجوا ليربحوا. وشفت اول هاف نحن ما كنا مركزين كثير، مشوا معنا. ثاني هاف قدرنا نفرق، بس شابوبا لدينامو، يعني بلا لاعبهم اساسي على حيدر، يعني افضل بيك بلبنان، وعم بيقدروا يعملوا هالاداء. يعني يوم كانوا اسرع ربطهم عم تبرم احسن، فهارد لك لدينامو والحمد لله على الفوز. سابع فوز لكم على ارضكم. مزبوط. اليوم عم تقدروا تعملوا، برايك مين قادر يربح بيروت بمجمع الشياح؟ ان شاء الله ما حدا. شو بتقول لهم للرياضه رح يقدروا يربحوا هون؟ حتكون صعبه عليهم، بس you know it can go either way يعني، بس ان شاء الله نحن بنكون محضرين و we can protect home court يعني. يلا مبروك سيرجيو، بنروح بسرعه لزميلتي ناتالي يلي